ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، معايا ومعاكم نجم النجوم نادي الزمالك كابتن عصام مرعي، احد اساطير الجيل الذهبي لكره نادي الزمالك في التسعينات وبدايه الالفيه الجديده. بنرحب بيك كابتن عصام. مساء الخير يا محمد، وسعيد ان انا موجود معاك. احنا سعداء جدا للمره الثانيه نلتقي في برنامج سرخة نشي مع كابتن عصام. اللي طبعا الاحداث القويه داخل نادي الزمالك اللي ما بتنتهيش خلال الفتره الاخيره دي، عايز راي حضرتك في الاحداث والتعليقات على الاحداث الاخيره اللي حصلت داخل نادي الزمالك كابتن عصام. يعني طبعا الموضوع طبعا تحول من حالة استقرار عالية جدا، وفريق الفريق الزمالك كان بيعمل موسم قوي جدا الموسم اللي فات دوت. في نهاية الموسم بعد كلنا كنا مترقبين الموسم الاستثنائي والكورونا والتأجيلات بتاعت أفريقيا بشكل كبير جدا. الزمالك بدأ الموسم بداية كويسة جدا، وخاصة في فبراير اللي كانوا بيسموه فبراير الأسود، ببطولتين كبار جدا في اسبوع، اللي هم بطوله السوبر الافريقي والسوبر المصري مع الترجي التونسي مع النادي الاهلي المصري. ادت ثقه ودفعه قويه جدا للنادي الاهلي. وبعد كده حصل موضوع الكورونا ديت التوقف، وانا رجع تاني بعد كده النشاط استمر واشتغل بشكل كويس جدا. ساعتها كان الاهلي بعديها بفتره حسم بطوله الدوري، ودي هنعقب عليها لانها برضو مهمه جدا طبعا. بعديها بقى جت البطوله الافريقيه، وجت اللي هي الدور اللي هو النصف نهائي، اللي كان النادي الاهلي قدام الوداد المغربي والزمالك قدام الرجاء المغربي، والاثنين تفوقوا واستحقوا الوصول للمباراه النهائيه. وخدنا لاول مره في تاريخ الرياضه المصريه ابطال الدوري ان ناديين مصريين يوصلوا للمباراه النهائيه، وده كان حدث تاريخي. حدث تاريخي فعلا وسموها مباراه القرن وكل الكلام دوت. لكن حصل موضوع الكورونا وكان في تاجيلات، والتاجيل حصل من يوم 6 اعتقد 6/11 التأجيل حصل بقى، وصل ل 27/11 يمكن ده كان الاتحاد الافريقي حدد الميعاد ده للمباراه النهائيه. وساعتها كانت الامور الخاصه بمجلس الاداره في امور معينه، ان في قرار الوزير محضره فالوزير اجله لبعد المباراه النهائي الافريقي. والدليل على كلامي دوت كمان ان القرار ده طلع على طول، المباراه كانت الجمعه، القرار ده كان يوم الاحد، او المباراه كانت السبت، كان الحد على طول القرار تاني يوم. كان تاني يوم على طول. فهنا بقى بدايه المشاكل، بدايه الازمه. لما حصل موضوع ان المجلس خلاص التحويل للنيابه العامه وفي مخالفات والقصه دي كلها، فتجمد ما يقدرش يبقى في حل للمجلس، لان الحل المجلس يبقى الناس دي في نزاهه وما فيش اي مخالفات ماليه عليهم، فبتقدر انت تحل المجلس ويبقى في مجلس معين يقدر يكمل. لكن جت لجنه مستشارين، وهو ده اللائحه اللي كان عاملها المستشار مرتضى منصور، ان يبقى في لو حصل المجلس مش موجود يبقى في ثلاث مستشارين، ثلاث مستشارين متواجدين. وفعلا في ثلاث مستشارين كانوا متواجدين، وفي لجنه فنيه مكونه من ابناء النادي، نجوم كبار الكابتن ايمن والكابتن اشرف والكابتن عبد الحليم علي كانوا متواجدين، ولجنه حكماء. يعني هو الوزير بدا يقسم التقسيمه ديت في لجنه المستشارين ولجنه الحكماء اللي كانت مكونه برضو من اسماء كبيره جدا عندها خبرات في مجالات مختلفه. تمام. بنتكلم على كابتن احمد مصطفى، جيل كبير ونجم كبير في جيل الستينات. وفي الجانب الاداري دكتور كمال درويش طبعا كان رئيس نادي الزمالك وحقق مع نادي الزمالك طبعا اكبر بطولات، وطبعا عميد ونجم كبير جدا. بتكلم على الاستاذ فهمي عمر كمان في مجال الاذاعه، بتكلم على الدكتور محمد عامر، كلهم قامات كبيره جدا موجودين كلجنه الحكماء. لكن مع كل العدد ده كله وكلهم ليهم كل احترامهم، لكن توزيع الاختصاصات بقى هنا، يعني مين اللي هيبتدي يقوم بالاشراف، ومين اللي هيبقى متخصص في يبقى مع فرقه الكوره، ومين هيبقى متخصص في مثلا في النواحي التنفيذيه وفي الشغل الاداري وهكذا. فطبعا هنا بقى في عوده تاني للوزير لحد ما رجع تاني حدد اختصاصات بشكل معين. لكن برضه في لسه في برضه شويه لخبطه في الاعداد اللي موجوده كلها بشكل معين. انا بتمنى في الفتره الجايه، يعني انا اعتقد ان كانت مباراه المقاولين دي انا بعتبرها كانت من اهم المباراة، رغم انها بدايه دوري صحيح. اهم مباراه في الموسم. ليه؟ لكن متوقف عليها كتير قوي، لان الزمالك لو كان خسر في هذه المباراه المشاكل كانت تتفاقم اكتر بشكل كبير جدا، والدنيا كانت هتبوظ. انا بشوف كده، يعني وجهه نظري ان كان لابد ان الزمالك يعبر. اللجان دي والتشكيلات دي كابتن عصام مرعي فين فينا؟ انا بالنسبه لي ما بسعاش للقصص ديت، انا بعيد تماما عن العلاقات، وان انا ابقى متواجد وقعد اسعى واجري والهس في الامور اللي زي ديت. انا لما بخدم نادي الزمالك بكل حب وبكل اخلاص، ما عنديش اي اغراض، انا ما عنديش زي ناس معينه ممكن اقولها في جيلي وقبل جيلي وبعد جيلي عندهم توجهات وعندهم اغراض وعندهم حاجات معينه في قصص معينه. انا بشوف ان انا دلوقتي ان في ثلاثه موجودين، ثلاثه مخلصين انا بشوف، وفي غيرهم كتير،
لكن انا بشوفهم ان هم اختيار موفق، يعني انا اشوفهم زمايلي. بس الجمهور العادي يعني انتقد الكابتن ايمن يونس في الفتره الاخيره، رغم انه شغال، يعني بيقولوا التصريحات اللي بتطلع والتعاقدات اللي حصلت وبعدين اتلغت والكلام ده كله. الجمهور العادي مش عارف الحاجات اللي حضرتك عارفها. انت لما بتيجي في نقطه مهمه جدا يا محمد، اقول لك حاجه، لما بيكون الناس الجماهير اتعودت على 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 فكر وسياسه لمده 6 سنوات وشايفه ان الفريق في الفتره الاخيره بالنادي بقى مستقر، النادي اتغير من النواحي الانشائيه والنواحي الاجتماعيه وبالنسبه للفريق كوره وحاجات كتيره جدا، فاصبح نادي الزمالك بقى قوي بوجود المجلس اللي فات طبعا، بوجود المستشار وبقيه المجلس بشكل كبير جدا. لكن خلاص هما ان انت يحصل عمليه التغيير السريع دوت ومره واحده يلاقوا ان مثلا المجلس ده مش موجود والمستشار مش موجود، كان دايما بيدافع عن الحقوق ودايما كان الصوت العالي ودايما كل الحاجات دي. انا هقول لك على فكره تصريح مهم جدا، كان ممكن المستشار مرتضى منصور يبقى اعظم رئيس نادي في تاريخ نادي الزمالك، ولكن كلمه ولكن، شوفوا كلمه ولكن دي هي مهمه جدا، كان ممكن يبقى اعظم رئيس نادي، كل مجد هو كان بيعمله كان هو اللي بيهده. يعني انا بتكلم هو لو كان دافع عن نادي الزمالك، كان هو بيدافع عن نادي الزمالك بقوه، لكن كان ممكن اخذ الحق ده بيبقى حرفه، ان انت تعرف تاخده ازاي وبكل حده وبقوه ولكن بدون اي تجاوز. هي التجاوزات دي هي اللي اثرت المجلس، كان ممكن المجلس ده يكمل ويكمل بقوه والناس تسانده وتدعمه، لان جماهير الزمالك كانت متوسمه فيه حاجات كتيره قوي. لكن بقى فيه شقين، ان المستشار كان التجاوزات اللي عملها دي كمان مع شخصيات وقامات ورموز كبيره قوي في الدوله، هي دي اللي اثرت وعجلت بان المجلس ده، بالاضافه لان في لجان نزلت تفتيش بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وفي معظم الانديه يا كابتن عصام بيبقى فيها مليان. فيها مخالفات والامور بتعدي. يعني شوف احنا كلنا بنسمع وبنسمع ارقام غريبه وعندنا وانت عندك معلومات وانا عندي معلومات وكتير قوي من الشارع الرياضي كمان عندهم معلومات، والمعلومات واضحه للناس كلها، ودلوقتي الدنيا بقت قريبه يا محمد لان صحيح. السوشيال ميديا كمان مكشوفة. زادت قوي بقت مكشوفه مظبوط، فالدنيا واضحه، يعني احنا عارفين حاجات بس احنا مش هنخوض بيها، لان لو قعدنا نسرد فيها هتلاقيها ممكن هنقعد لنا حلقتين ثلاثه. لكن انا بكلمها في الجزئيه دي، اللي هيفصل ايه؟ لجنه الاموال العامه هي اللي هتفصل ان الناس دي مدانه ولا الناس دي مش مدانه. اختيارات اللجان يا كابتن عصام داخل نادي الزمالك برضو معلش في علامات استفهام على بعض الاسماء، طبعا هم كلهم قامات وكله حضرتك كنت بتتكلم من شويه انه الكابتن ايمن والكابتن اشرف والكابتن عبد الحليم ناس مخلصين جدا وناس ما حدش يختلف عليهم، لكن في بعض الاسماء، يعني انا على سبيل المثال يعني الكابتن فاروق جعفر كان موجود قبل كده، ودايما لما يحصل ازمات بيجي الكابتن فاروق جعفر. فكره ان في اسماء بعينها تبقى موجوده دايما، انت شايفه ازاي؟ شوف انا هنا يعني ايه، كل حد احنا تعودنا على الاحترام وتعودنا على الكبير يبقى ليه احترام وكباتننا الكبار وكل الكلام ده، لكن في ناس خلاص لحد هنا وكفايه ستوب، يعني دورهم انتهى، هما كان ليهم دور محدد معين ودورهم انتهى خلاص. وانا بقول لك دور الكابتن فاروق انتهى خلاص، المفروض ان انا شكرا انا من نفسي كاسم فاروق جعفر وكتاريخ فاروق جعفر كمان، ان انا اديت دوري هنا كمستشار للمجلس، انا كنت مستشار لمجلس الاداره. مجلس الاداره مش متواجد خلاص، انا ما بقاش ليا دور خلاص، يبقى لان في لجنه فنيه تانية دخلت خلاص. لان انت دلوقتي لو دخل دلوقتي الكابتن فاروق بقى مستشار فني، بطبيعه الحال الكابتن فاروق ما هو فني مدرب، واشرف قاسم فني وعبد الحليم فني، مظبوط ولا لا؟ وايمن يونس كلهم لعيبه كوره، مظبوط ولا لا؟ لكن هنا هيحصل الصدام الكبير. لكن انا بشوف ان 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 الكابتن فاروق جعفر شكرا، انت في القناه مثلا محلل بتحلل يتفضل في القناه، لكن اسماء تانية موجوده برضو موجوده شكرا مع السلامه. لكن دلوقتي بقت في ناس تانية اللي هي اللي خد بيها القرار وزير الشباب والرياضه، هم دول الناس اللي هم المفروض ان هم يديروا. طيب احنا معانا اتصال معانا الاستاذ اسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك في فتره الاستاذ كمال الدكتور كمال درويش. دكتور اسماعيل طبعا. دكتور اسماعيل ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا ازيك يا استاذ محمد؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. معانا الكابتن عصام مرعي في الاستوديو. يا دكتور وحشني يا دكتور اسماعيل، من قبل ما تكمل وحشنا جدا جدا. وانت الاخلاق والادب وانت وحضرتك وانت الرجوله يا دكتور اسماعيل، معروف عنك طول عمرك، انت نجم كبير واسم كبير وابو الرجوله كلها. ربنا يكرمك، انت عشت معانا فتره. طبعا طبعا يا دكتور، فتره طبعا
وفتره كبيره جدا حققنا فيها حاجات حققتوا كبيره. فيها بطولات يا دكتور، والمجلس بتاعكم حقق بطولات كبيره، 13 بطوله انتوا حققتوا مجد في نادي الزمالك. والله اهم حاجه عندي عارف كانت ايه؟ بطوله اسيا وافريقيا. طبعا طبعا يا دكتور، دي كلها دي حاجات محفوره في الاذهان. دكتور اسماعيل، الاحداث في الزمالك، دكتور اسماعيل الاحداث في الزمالك سخنه جدا. الدكتور اسماعيل، فين من الاحداث اللي بتحصل في نادي الزمالك في الفتره دي، وراي حضرتك ايه فيها؟ انا بالنسبه لي انا مع الزمالك في اي شيء، وعاوز بس اتكلم كلمتين كده بالنسبه للزمالك في الفتره الصعبه اللي احنا فيها. اتفضل يا فندم. الفتره الصعبه دي مش عايزه تراشق ولا عاوز ابدا حد يطلع يعمل او يبقى عنطر في الفتره اللي جايه دي. بالنسبه لموضوع المجلس اللي مشي، اللي له واللي عليه واموره راحت في النيابه، فانا بقول لكل الناس نطوي الصفحه دي، والنيابه لازم تاخد اجراءاتها بحلوها ومرها، واحنا عارفين ان النيابه هتجيب حق نادي الزمالك وحق اي حد، مش هتبقى ابدا حكم في غير صالح نادي الزمالك. انما دلوقتي بنتكلم على نادي الزمالك الكيان. صحيح. هو كلنا بقى النهارده لاعبين ومدربين واداريين وجهاز لجنه ماسكه النادي ومحب النادي وجماهير النادي، انهم يلتفوا كلهم حول فرقه الكوره حاليا. انا مش بقول بقيه الالعاب، انما حاليا عاوزين مننا نلتف حول فرقه الكوره. نجاح فرقه الكوره هو نجاح نادي الزمالك، لان جمهور الزمالك جمهور كوره. لا، جمهور الزمالك في كل الالعاب، بس هو النهارده القشطه بتاعتنا واجهه الكريمه بتاعتنا النهارده كره القدم. مظبوط يا فندم، مظبوط. فانا بس بدي نصيحه، مش يعني مش نصيحه، بدي رايي مع الاراء اللي موجوده، ان احنا كلنا النهارده نلتف حوالين الكوره. فانا ليا حاجتين بس لو الكابتن عصام يعني ياخد معايا ويدي. اتفضل يا دكتور، معاك. كراجل عنده خلفيه كبيره جدا. اتفضل يا دكتور. عن نادي الزمالك وعن الكوره. تمام. انا ليا حاجتين دلوقتي. اتفضل يا دكتور. عاوز فرقه الزمالك اللي موجوده حاليا لا نمشي ولا ندعم لغايه شهر فبراير اللي جاي. بتفق معاك. الشيء الثاني، باتشيكو لازم يعرف انه قاعد. يا دكتور، لازم التجديد يعرف انه قاعد. ده صحيح، وده اساس النجاح في الفتره اللي جايه. يبقى احنا قلنا ايه دلوقتي؟ البقاء على الفرقه، لا نبيع ولا نشتري. عندنا شهرين نقدر نفكر بيها، في الشهرين دول مين اللي يمشي ومين اللي يقعد، وعشان مين يمشي ومين يقعد خليك معايا يا كابتن عصام. الله عليك يا دكتور. على فكره في حاجه بقى، مش مدا ما كانش عايزه مداخله، كانت عايزه حضرتك تكون موجود ان شاء الله دكتور يبقى معانا في حلقه. طيب دكتور اسماعيل، دكتور اسماعيل سؤال. على فكره نقطتين، لا مؤاخذه طبعا يا فندم، اتفضل. نقطتين مهمين جدا يا دكتور اسماعيل على فكره. انا لسه انا عاوز اكمل. اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل. انت فاكر ايامنا لما كنا موجودين؟ بالظبط. لا يمكن اجيب لعيب الا لما المدير الفني يكتب ورقه ان انا عايز عصام مرعي. صح. او عاوز عصام مرعي يمشي. تمام. يبقى انا لازم ارجع لهذا الوضع. انا بقول لكل اللي موجودين في لجنه الكوره، هم اولاد نادي الزمالك واشخاص محترمين، عبد الحليم واشرف وايمن. تمام. ويمكن فاروق، ايا إن كان. انتوا دلوقتي اصحاب قرار ان لازم قرار الفني يرجع للمدير الفني. تمام. ولو احنا عندنا اي اقتراحات اعرضها الاول على المدير الفني. تمام. يبقى احنا كده ماشيين في الطريق السليم. يبقى احنا خدنا ثلاث حاجات دلوقتي يا كابتن عصام. تمام. معايا يا ابو حميد. مع حضرتك يا فندم. مع حضرتك. محافظه على الوضع اللي احنا فيه. التجديد لباتشيكو. التجديد الا في فبراير. صح.
باتشيكو قاعد يا جماعه، رضيته ام لم ترضوا؟ وما فيش تفريط في لعيب يعني، ما تبيعش لعيبه دلوقتي خالص. ما انا قلت اهو. بالظبط صح، لا تدعيم ولا تفريط في لعيبه. والوضع اللي احنا عليه يا باتشيكو، انت باتشيكو انت المدير الفني، ما تسمعش كلام اي حد غيرك انت. لا والكلام ده مش هناخد قرار غيرك انت. ويا دكتور كمان الكلام ده كمان ما يبقاش مثلا فردي مع المدير الفني مع باتشيكو، لا كمان قدام اللعيبه كمان انت بتيجي تقول الكلام. تمام، انت عارف لو اللعيبه اتهزت ثقتها في المدرب. برافو عليك الوضع. حبيبي يا دكتور والله. تمام دكتور اسماعيل، معلش بعد اذن حضرتك، حضرتك عشت الفتره اللي الزمالك راح فيها لسكه المحاكم، الفتره اللي جايه دي حضرتك شايف ان الزمالك هيخش برضه في نفس القصه تاني؟ هنخش تاني لساحه القضاء؟ هيخش في فتره بس قصيره، يعني الوضع دلوقتي اختلف عن زمان. تمام، يعني الوضع اختلف عن زمان ايه؟ ان في قرار دلوقتي صعب ان هو يتشال، وهو قرار اللجنه الاولمبيه. تمام، فعشان كده انا بقول يا جماعه خلاص مرتضى له واللي عليه صفحه صفحه وانتهت. بالظبط. الدكتور اسماعيل سليم هيبقى هيفكر بشكل جدي في الانتخابات اللي جايه لنادي الزمالك، ولا خلاص الدكتور اسماعيل اكتفى بان هو على الفتره اللي قبل؟ لا انا بس انا جاي لك في حاجه بس. طيب اتفضل. عاوز اقول حاجه ثانيه فنيه برضه. اتفضل. ايه هي؟ برضه يا عصام عاوز ازاي نوصل دي للكوره عندنا؟ انا بقول لهم ربنا كرمنا الماتش الاولاني. عاوزهم ياخدوا جميع الماتشات اللي جايه ماتشات كؤوس. تمام، الماتش بماتش، ومش ماتش مش بلعب دوري، انا بلعب كل ماتش عشان اكسبه ككاس. تمام، من دلوقتي لو احنا عاوزين نكسب الدوري لازم كل ماتش افكر فيه، ما افكرش في الماتش اللي بعديه. هم عملوا برضه عملوا يا دكتور حاجه كويسه قبل ماتش المقاولين، ان هم عزلوا فرقه الكوره عن كل المشاكل اللي كانت حاصله، اللي كانت قريبه جدا من الفريق. فدي نقطه مهمه. دي نقطه مهمه. عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. احنا في زمن احتراف ولا هوايه؟ لا في احتراف. اللعيبه بتحب نادي الزمالك كنادي زمالك بتاريخه، ولا بتحب نادي الزمالك كفرقه كوره ترفع من قيمة الأسهم بتاعة اللاعب؟ بالظبط كده، أتفق معاك. إحنا في احتراف. طبعًا. كل واحد بيلعب لاسمه عشان خاطر النهارده. أنت قيمتك كام النهارده؟ قيمتي 10 مليون، أنا عايزها تبقى 20. فاللاعب بيلعب بصفة احترافية وليس هواة. نظام الهواة ده انتهى. صحيح. فعشان كده أنا بقول إحنا علينا إن إحنا نفكر نقول لهم كل ماتش مباراة كاس عشان تكسب الدوري السنة دي. احنا عندنا احسن فرقة، الادارة النهاردة عاوزين نثبتها وتخرج تماما عن ظروف النادي واحداث النادي. وبقول للجنة اللي موجودة احنا معاكو ومع نادي الزمالك، واي خدمات احنا موجودين، ولازم يستعينوا بكل الناس ويعملوا دعوة لكل الناس، رياضيين وصحفيين وأدباء ومشاكلين. دكتور اسماعيل هتبقى معايا في حلقة ونتكلم باستفاضة، بس هو السؤال الأخير لحضرتك معلش. موقفك من الانتخابات يا دكتور؟ نعم. موقفك من الانتخابات اللي قادمة لنادي الزمالك؟ أنا ما ببصش دلوقتي ولا حد يبص للانتخابات إلا ما نعدي الفترة الحرجة بتاعت النادي دلوقتي. تمام. لازم كلنا نركز إن النادي يعني في نية يا دكتور اسماعيل للنزول ولا مفيش نية؟ معلش. والله لسه بدري على الكلام ده، لسه ناس كتير بتقول لي انما احنا عايزين حاجه حصريه للبرنامج عندنا يا دكتور. ان شاء الله قريب باذن الله. محمد قريب ايه؟ قريب هتنزل ولا قريب القرار؟ ما لسه الانتخابات بعد 8 9 شهور. لا يا فندم، الانتخابات هتبقى يعني لو على كلام اللي في شهر 9 اللي جاي ان شاء الله. طيب 9 اللي جاي احنا 9 شهور برضه. فانا بقول لك يعني احنا خلينا بدل ما الناس تخش في حروب انتخابيه، لا تخش في حب نادي الزمالك والتضحيه من اجل الكيان، انه الكيان النهارده محتاج ده، كلنا نزق ونطلع في اتجاه واحد. بنشكر حضرتك يا دكتور اسماعيل سليم، ان شاء الله على وعد ان انت تبقى معانا في حلقه من الحلقات اللي جايه ان شاء الله يا دكتور. شاكرين لذوقك يا فندم.
دكتور اسماعيل سليم تصريحات قويه، الراجل عايز دعم ابناء نادي الزمالك، عايز نلغي فكره الكلام عن الانتخابات وعن وعن الزوبعه اللي في نادي الزمالك، وكلنا نبقى ورا نادي الزمالك كفريق وكايد واحده. على فكره انا كلامه اسعدني جدا، كلام محترم جدا من شخصيه كمان يعني يعتبر من ابناء نادي الزمالك ومن رموز نادي الزمالك، وكان في مجلس اداره نادي الزمالك اللي حقق بطولات كبيره جدا جدا بشكل كبير جدا. انا شايف ان عنده رؤيه جميله جدا على فكره، ودي من ضمن الحاجات. بس انا عايز اضيف حاجه، هو دايما كان بياكد في النقط اللي اتكلم فيها، واتكلم في نقطتين مهمين جدا كنا لسه هنتكلم فيهم، ان احنا لما انا هخيرك ال 40 مليون اللي دخلوا نادي الزمالك تجيب بيهم صفقات عشان الجماهير تنبسط وان احنا جبنا صفقات زي كل سنه، ولا تعمل استقرار في الفريق اللي موجود، لا احط الفلوس كلها استقرار. في الاستقرار اللي موجود دوت، واحاول ابعد شويه الصفقات، مش وقته دلوقتي لحد ما الدنيا تمشي وتعدي بشكل كويس. يبقى انا بعمل استقرار للفريق وبفوق الفرقه بشكل كويس جدا بالفلوس المستحقات اللي هي متاخره من الموسم اللي فات، واذا كان في تجديد في عقود او تعديل في عقود، دي نقطه مهمه جدا. صحيح، هو اتكلم فيها النقطه دي، فدي كانت موجوده جوانا. الجزئيه الثانيه احنا بنتكلم على باتشيكو، في حاجتين مهمين جدا، لو اللعيب شم ريحه ان المدير الفني هيمشي المدير الفني يمشي، اللعيبه هتفك. حضرتك حضرت الفتره دي عشتها. لا عشتها كمان في الفتره الاخيره مع ماتشي ومع عشتها وانا لاعب عشتها وانا مدرب كتير، او لما اللعيبه بتشم ده. لكن كان في انديه كنا بنبقى موجودين، وفي انديه عسكريه كان بيجي مسؤول كبير بيجي واللعيبه بتشم ان المدير الفني ماشي والنتائج مهزوزه، بيجي بس بدخله واحده وبكلمتين ان الراجل ده قاعد لنهايه الموسم. اول ما اللعيبه بتسمع ده هتتحبسوا، لو النتائج ما اتعدلتش هتتحبسوا. انا مش عايز طبعا اقول الاسماء، لكن انا بقول لك دي تجربه من تجارب كتير، وبعد كده الامور مشيت واستقامت والدنيا نجحت بشكل كويس جدا. ده الكلام اللي قاله الدكتور اسماعيل، كلام محترم جدا. الجزئيه الثالثه اللي انا عايز اضيفها، الاطمئنان بالوعود. اللعيب مش هيأدي، لان اللعيب دلوقتي في نادي الزمالك الكيان والفانيلا والتيشيرت وكل الكلام ده، لكن هو لعيب محترف عايز يطمئن على عقده بمواعيد بمستحقاته بميعاد بالاشهر بالدفعات في الحاجات دي كلها. فالالتزام بالوعود يعني على اللجنه اللي موجوده، لجنه المستشارين واللجنه كمان الفنيه، الالتزام بالوعود، وده لازم تكون في مسانده من الدوله، مسانده من وزير الشوره ده الدكتور اشرف صبحي، كل الكلام ده عشان نادي الزمالك يقوم تاني كمان. لان انت بتتكلم في ساسي، بتتكلم في 30 مليون، بتتكلم في 40 و50 و60، مبالغ ضخمه جدا. انت ليك عند الشركه الراعيه مش اقل من 120 مليون، جالك 40 ولسه في دفعات تانيه، وعندك بوتيكات وعندك حاجات تانيه وبس وحاجات كتير جدا واعلانات. الحاجات دي لازم نسعى فيها بقوه عشان لما نقول ميعاد نلتزم في الميعاد بشكل قوي، هو ده اللي هيخلي الفرقه تستقيم وتمشي بشكل كويس. خلينا ارجع بقى للاسئله اللي انا كنت محضرها لحضرتك، لان احنا وقتنا بيجري جدا مع حضرتك. انا عايز اخد من حضرتك رايك في تصريحات المستشار مرتضى منصور عن بعض رموز نادي الزمالك اللي خرجت امبارح وبقى لها فتره. شوف انا عايز اقول لك حاجه، كل واحد في احنا كلنا نادي الزمالك، مش عمره نادي الزمالك، نادي الزمالك ملك ملك الجماهير. تمام، نادي الزمالك قطاع ده تبع الدوله، نادي الاهلي نفس الشيء، فملك الجماهير مش ملك الاشخاص. احنا كلنا بنخش عشان نخدم نادي الزمالك. تمام، لان كلنا تعرفنا، وانا بقيت موجود هنا، وكل الناس اللي موجوده في الاستوديوهات، وكل الناس اللي موجوده في مجالس الادارات، وكل الناس اللي في شهره، اللي بيمسكوا فلوس واللي ركبوا عربيات واللي عايشين من خلال نادي الزمالك ومن خير نادي الزمالك. تمام، فعشان كده لحم كتفنا من خير نادي الزمالك. فلما بنخش بنخدم، اللي متصور او متخيل ان النادي بقى ملكه وبتاعه، ما انا لما باجي اعمل في النادي، انا لو جيت عملت حاجه في نادي الزمالك هعملها من خلال نادي الزمالك ومن خير نادي الزمالك ومن فلوس نادي الزمالك، مش من جيبي. لان انت لو رجل اعمال وعايز تخش وتدفع فلوس، ما انت بتاخدها تاني. صحيح، يعني انت كرجل اعمال بتيجي تتبرع وتقول انا بدفع، وده حصل. الناس بتدفع فلوس وبتعرف اول ما بتخش فلوس النادي بتبتدي برضو تاخدها تاني بشكل معين. فمحدش يقول في جزئيه مهمه جدا يا محمد، عايز اقولها، محدش يعني ليه فضل على نادي الزمالك. اللي عملته شيء رائع جدا وبتشكره في الجزئيه دي قوي، وفي نفس الوقت هناك في سلبيات، لان ما فيش كمال لله وحده، لكن كل واحد له ما له وعليه ما عليه. الفضل في الاول وفي الاخر نادي الزمالك. بالظبط. الجزئيه الرابعه اللي انا بضيفت، انا ضفت ثلاثه الدكتور قال اتنين، انا ضفت الثالثه بتاعت حته الاطمئنان والثقه بالوعود والماديات والحاجات دي كلها، وتصريح المستشار وانت بتتكلم يا محمد في الجزئيه دي،
وانا شرحت لك قلت لك ان هو كان ممكن صحيح يستمر ويكمل لولا موضوع التجاوزات. رقم 4 الانتخابات، انتوا ليه بدري؟ يعني لو سين ولا صاد بتفكروا بدري في شهر 12 صحيح. ولسه فاضل سنه في ايه؟ ده المفروض ان انت الدوامه دايما لا دلوقتي ليه؟ هاخدك بس وعماد معانا على الاتصال من بدري. حد من عماد من الدهليه، اهلا بيك يا عماد. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك. عماد عماد المنصوره، قريه بالعنتر، طلخ دهليه. اهلا وسهلا، اتفضل يا عماد. حضرتك من زملكاوي صغير جدا، انا بدرس على الكابتن عصام مرعي. اهلا يا عمده، ازيك يا حبيبي واهل المنصوره. ازيك يا بيه وازيك سعادتك يا بيه؟ الله يخليك يا حبيبي. وانا بعدين سعادتك بكلمك في نقطه صغيره. اتفضل. اتفضل يا عمده. قبل كل ده ان احنا عاوزين نمنع التعصب ده، بالتعصب. اتفضل يا عمده. تمام. الرياضه فوز وهزيمه بيه. صحيح. الو معاك كمل. سعادتك الرياضه فوز وهزيمه صح؟ صحيح. وسعادتك المستشار المنتخب منصور احنا بنحبه جدا، يعني اول رئيس للزمالك يجيب بطولات كتير صح؟ مظبوط. بس في رؤساء انديه كتيره وجابت بطولات برضه، يعني تاريخ الزمالك حافل بالبطولات مع المستشار ومع الناس اللي قبله. تمام. سعادتك اول له ماله وعليه عليه. تمام. يعني ليه التعصب يا بيه؟ التعصب ليه؟ كنا عاوزين نلبس التعصب ده، ليه التعصب؟ ده رياضه اخلاق ورياضه اخلاق. تمام يا استاذ عماد. متشكرين لك يا استاذ عماد. متشكرين يا فندم، متشكرين، رسالتك وصلت. اتفضل يا كابتن. بس فانا بكلمك نهدى شويه، الناس اللي بتكلم على جزئيه الانتخابات. انا سامع طبعا، انا كنت في برنامج وكان في مداخله مع الدكتور مدحت العدل، شخصيه محترمه جدا، وعائله العدل كلهم شخصيات محترمه، انا بقدرهم جدا وزملكاويه جدا ويعلموا كل صغيره وبيموتوا على نادي على شايف نادي ان الزمالك. فكره اعلان الترشح دلوقتي بدري يعني قوي. انا ساعدت ان هو هيترشح وفي تفكير، لكن مش وقته. احنا في مرحله صعبه جدا، خلينا نقف كلنا خلف محتاجة التكاتف زي ما كان بيتكلم الدكتور، التكاتف والالتفاف حول فرقه الكوره، الهدوء في القرارات والحكمه، نقلل التصريحات، يبقى في متحدث رسمي واحد بس هو اللي بيبتدي يتكلم، نعزل فرقه الكوره ويبقى في حاله تركيز عاليه جدا، الالتزام بالوعود، الوعود الماليه والعود بالنسبه للعيبه، اللعيبه تشعر بالثقه والاطمئنان والامان في نادي الزمالك. انت بتتكلم في كيان، بتتكلم في كيان نادي الزمالك مش مع شخص. يعني انا دايما ببقى من هواتي ان انا بميل قوي للكيان، للمؤسسه، ان انا ما بروح مثلا عايز اخد العقد بتاعي اول الشهر باخده من خلال مؤسسه. صحيح. ما بستناش شخص. صح. لان لو شخص هتتعذب، لكن انا من خلال مؤسسه. فدي نقط مهمه جدا لو احنا اتبعناها. لكن انتخابات انت بتتكلم في سنه، لا مش دلوقتي، انا ممكن مثلا على شهر 5 أو 6 ابتدي اشتغل ونحضر فيها بشكل كويس. شفت ازمه ميدو وامير مرتضى منصور ازاي؟ شوف هتكتشف دايما في الموضوع اللي هي حاله التباين او اللي هي عمليه التغيير او المرحله البينيه ما بين مسؤول او مسؤولين كانوا موجودين لفترات طويله قوي مع تغيير بمسؤولين اخرين، دي بتعمل حاله من التوتر وحاله من الانزعاج وحاله من التجاوز وعدم السيطره ومفيش ثبات انفعالي في التصريحات، يعني بتعمل شويه بلبله. انا مش هنلتفت لده، لكن لما هنيجي نتكلم يعني امير اشتغل وادى خلاص شغله ودوره، خلاص الموضوع انتهى، ملف واتقفل. ليه؟ طب ليه؟ لان مديرين فنيين بيشتغلوا وبيقالوا واستقالات وبيمشوا ودورهم انتهى، ولاعيبه بتمشي من النادي ودورهم انتهى، ومسؤولين ومدربين بيمشوا زي ما احنا موجودين. انا جيت قعدت شهرين في الزمالك ومشيت قفلت، ما بقتش بقى طالع قاعد بحارب نادي الزمالك. في نفس الوقت مش بالضروره ان انا اكون موجود في منصب جوه نادي الزمالك عشان اخدم نادي الزمالك، انا ممكن اكون بره نادي الزمالك وممكن اخدم نادي الزمالك، ان انا تابع مع ايمن، ان انا تابع مع اشرف، ان انا تابع مع عبد الحليم، ان انا عندي معلومه ممكن اوصلها. معلش الناس الاتصالات. كابتن عصام معانا الكابتن كريم من القاهره، اتفضل يا كريم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اتفضل. مساء الخير عليكم على الكابتن عصام طبعا. مساء الخير يا كريم. اخبار عزيزي يا كابتن عصام؟ حبيبي يا كريم. في فتره صغيره وكابتن عصام شهادته محترمه جدا، وكلام حضرتك مقنع يعني. انا برضه شغال في القناه واتكلمت واتناقشت اكتر في حاجه قبل كده، ولكن يا كابتن عصام عايزين نحط ايدينا. انا حاسس ان النادي الزمالك دلوقتي زي الغرفه المظلمه، مش عارفين يعني في امور بتحصل الفتره دي، مش عارفين نوصل يعني امتى هنطلع بالنادي البار الامان. تمام، دي حاجه. بس انا عايز بس مساحه صغيره بس يديها
اتفضل يا كريم اتفضل. فطبعا احنا الفكره كلها عايزين نطلع بالنادي البر الامان. الزمالك كسب امبارح تمام، احنا ماشيين بفرقه الكوره كويس، ولكن الاداره ومجلس الاداره والاستشاري المختار صوره ما كان موجود ومشي، الراجل عمل تاريخ كبير جدا نادي الزمالك، نادي الزمالك تاريخ لوحده. طيب يا كريم احنا عشان بس وقت البرنامج قول لي انت اقتراحاتك ايه عشان نطلع بالنادي الزمالك بره الامان، قول لي انت عايز ايه اللي انت متصوره وجهه نظرك. احنا عايزين نطلع، احنا عايزين نشوف الامور الغامضه، في امور مش واضحه كويس للجمهور. زي ايه؟ والكابتن عصام عارف ده. زي ايه الامور الغامضه اللي انت شايفها؟ يعني احنا مش عارفين دلوقتي نقطه الانتخابات اللي اتكلم عليها كابتن عصام دي مهمه جدا تمام؟ في ملفات جوه مش انا اللي هتكلم فيها الكابتن عصام عندك، وبشكرك طبعا انك استضفت حد بقيمه الكابتن عصام. ربنا يخليك يا كريم. كريم شكرا يا كريم، متشكرين يا كريم. نكمل يا كابتن، حضرتك كنت بتتكلم عن ازمه امير وميدو، انه يعني خلاص امير المفروض انه ملف واتقفل، دلوقتي احنا بندعم بقيه الناس اللي موجوده دلوقتي في الصفقات وفي الكلام ده. لا في بس في الحروب في اللي هي بتاخد جمهور الزمالك في حته ثانيه. لا في حاجات ايه مثلا؟ العلاقات دايما حتى من زمان خالص احنا تعودنا على الاحترام بالنسبه للكبير. تمام. يعني كابتن خطيب حاجه اسطوره، ما فيش حد في مصر يختلف على نجومية واسم الكابتن خطيب. تمام. وهو لاعب كبير، محدش يختلف على اسمه وتاريخ الكابتن حسن شحاتة، هو لاعب كبير، على كابتن فرق، على كابتن على ابو جورج، على اسماء كبيره قوي ليهم احترامهم وتقديرهم، لان احنا لما طلعنا على الناس ديت. فلما انا اقابل مثلا زي ميدو النجوم او الشخصيات العامه لما بتيجي تتقابل في مكان بيتقابلوا ممكن يتصوروا او حد يصورهم، لكن هم مش اللي هينزلوا الصور، لا كابتن خطيب ولا ميدو اللي هينزلوا الصور، لكن ممكن اي حد ينزل الصور ديت. ممكن يكون توقيتها في الوقت ده اللي نزل الصور ديت هي اللي تعمل عمليه. بس هو انا هقول لك على حاجه، هو ميدو كان مستضيف امير مرتضى واحمد مرتضى من شهر واتكلم، بس انا هقول لك بس على نقطه واحده وصيتهم. لا هي في نقطه بس اللي الناس اللي جمهور الزمالك العادي يعني بيشوف انه دي ازدواجيه من ميدو، ان هو من شهر واحد كان بيستضيف امير واحمد وبيكلم لهم ان هو في فتره الاستاذ ممدوح عباس كان الكابتن حسن حمدي يعني ظلم نادي الزمالك في وكاله الاهرام للاعلانات والكلام ده كله، وهو واقف جنب الكابتن حسن حمدي بكل انبساط واريحيه وبيتصور. ملهاش علاقه يا محمد، انا ملهاش علاقه. الجمهور العادي ما لا انا عايزين نوصل لايه؟ احنا علاقتنا كرياضيين اصل الكابتن حسن حمدي خلاص، انا الزمالك، انا دي في جزئيتي ما حدش هيزايد على ميدو وزملكاويته. طبعا انا بقى في واحد هو عنده 8 سنين في نادي الزمالك، لكن انا بتكلم سيبك بقى من الحاجات الخاصه بيه، لكن انا بكلمك على جزئيه ان انا مش هشوف انا في مكان واتقابلت عيني في عين الكابتن حسن حمدي ولا كابتن خطيب وان انا مش هسلم. صحيح. فممكن لما هسلم ممكن اي حد ممكن نتصور الصوره مع بعض. طب ممكن صوره مع بعض هرفض اقول لا والله انا مش هتصور معاكم لان انا زملكاوي وانتوا اهلاويه فانتوا اعداء ليا فانا مش ممكن. لا طبعا ما ينفعش الكلام ده خالص. ولو تواجد امير في المكان دوت وشافهم وكل الكلام دوت هيبقى عيب عليه كمان لما يدي ظهره ما يسلمش على قامات زي ديت ونجوم كبيره زي ديت. في نفس الوقت هي دي العلاقه وهي دي الروح الرياضيه. لسه بنتكلم في نبذه، حتى كان في حد بيتكلم من منصوره نبذه التعصب. صحيح. نبقاش في التعصب والكره والحقد والغل عشان في مصالح اخرى. خد بالك يا محمد من النقطه دي. المصالح السوشيال ميديا واللجان الالكترونيه والمدفوعه الاجر والقصص دي كلها والترندات والحاجات دي كلها، في شغل تاني خالص عشان يودوا بناس زي ما احنا عايزين نعبر الازمه ديت زي ما اتكلم كريم في اخر. عايزين طب امتى؟ لا كل حاجه بتاخد وقتها وان شاء الله الزمالك هيعبر الازمه. احنا دي. السوشيال ميديا دي بتحرك الناس في السوشيال ميديا، قالت على ان المستشار مرتضى منصور كان راجل اهلاوي. ايه رايك؟ لا شوف عايز اقول حاجه، هتقول رجل اهلاوي ان هو كان عضو الاول عضويه عامله في النادي الاهلي البدايه خالص، وبعد كده ساب النادي الاهلي وجي نادي الزمالك، قول زي ما انت عايز، لكن الراجل بعد كده لما جه يشتغل في نادي الزمالك اشتغل في وعمل انجازات كبيره. انا مش بتكلم على فكره على العضويه خالص. انا بتكلم على تشجيعه النادي الاهلي، ان هو كان بيشجع النادي الاهلي. مين؟ السوشيال ميديا قالت كده على المستشار. هيقولوا زي ما يقولوا، وهو على فكره انا كمان لما بكون زملكاوي، طب ما هو حتى في برامج ليه خاصه وكان في برنامج كمان مع مذيعة لبنانية كان دايما بيجي له صورتين وبيختار صورة من الصور، الصورة كان بيختار دايما الكابتن خطيب. الأفضل مين؟ الكابتن خطيب. أنا مفيش مشكلة، إحنا عندنا رموز في مصر، عندنا رموز في مصر ونجوم في مصر
ما حدش يختلف، فيش اتنين يختلفوا عليهم، وده الاحترام، ده الاحترام اللي احنا بنتكلم عليه. لكن انا بكلمك في شقين، الشق اللي هو اللي فيه المصالح والعمولات والاتجاهات والترندات والحاجات المدفوعه الاجر والحاجات اللي هي مش محترمه ومش نظيف، دي مش سكتنا. سكتنا في نادي الزمالك ان احنا نمشي بشكل محترم، علاقتنا بالجميع كلها كلها تبقى واحده، نرجع علاقتنا بكل الانديه، لان نادي الزمالك نادي كبير اسمه كيان، مش مرتبط باشخاص ولا ملك الاشخاص، احنا كلنا بنخش عشان نخدم الكيان، وكل واحد في نادي الزمالك عشان تبقى عارف، سواء في مجلس اداره ولا سواء في اجهزه فنيه ولا في لعيبه ولا في جميع الالعاب كلهم اتعرف واتشهر وبقى حاجه قامه كبيره جدا من خلال نادي الزمالك، ما حدش له فضل على نادي الزمالك، لكن احنا عايزين نعبر الازمه دي بكل النقاط اللي اتكلم فيها الدكتور اسماعيل سليم، ولما احنا لما كملنا احنا كمان وانت ضفت كمان يا محمد بشكل كويس، لكن كل المناوشات اللي بتحصل دي مش هتعطلنا في هدفنا، فهدفنا ان احنا نحافظ على فرقه الكوره، ان احنا نعزل فرقه الكوره. شايف ان القائمين دلوقتي داخل نادي الزمالك قادرين انهم يعبروا بالسفينه البر الامان؟ يقدروا يقدروا كم يقدروا، لانه عندهم من الخبرات الكبيره، يعني ايمن واشرف وعبد الحليم مروا بتجارب كتيره ومواقف كتيره جدا بشكل كبير قوي، المسانده والدعم بقى، المسانده والدعم كمان من الوزاره كمان، انتوا خدتوا القرار وجبتوا اللجنه، لجنه الحكمه، وجبتوا اللجنه الاستشاريه، وجبتوا لجنه تسيير الاعمال، وجبتوا اللجنه الفنيه، لازم تساندوهم وتوقفوا ترجعوا نادي الزمالك يقف على رجليه تاني، لان انتوا قلتوا ان ايه، ان احنا حتى لو المجلس كمان اتحل او اتوقف نادي الزمالك الكيان مش هيقع، فلازم انتوا كمان تبقوا قد الكلمه دي. الدكتور اشرف صبحي لازم تبقى مساند ومدعم للزمالك لحد ما يعبر هذه الازمه. تعليقات سريعه بقى لانه حلقه الوقت بتاع الحلقه جري جدا مع حضرتك. هقول لحضرتك اسمه وتقول لي تعليق بسرعه. اتفضل. مرتضى منصور. زي ما اتكلمنا له ما له عليهم عليه، عمل حاجات كتيره قوي 10 على 10 كان ممكن كتيره قوي. الحاجة السلبية هي التجاوزات، هو ضيع منه، كان بيبني كتير قوي وكان بيوصل لمرحلة كان بيبقى رقم واحد، لكن هو ضيع ده بالتجاوزات اللي حصلت. أمير مرتضى منصور. أمير خد تجربة من خلال مساندة المستشار مرتضى منصور على فكرة، في وجود إسماعيل يوسف، يعني هو كان مشرف على الكورة في وجود إسماعيل يوسف اللي طبيعي، إسماعيل كان فترة من فترة كان هو المشرف على الكورة، أمير خدها ومشي فيها بشكل كويس، في حاجات كتيرة قوي ادى فيها بشكل كويس، وفي حاجات كتيره قوي 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 كانت ما كانتش على المستوى. شيكابالا. شيكابالا انا بحييه جدا، نجم كبير وقائد وحاجه، هو اللي عامل التفاف للفريق، انا بحييه على مستواه الاخير الفني جدا، الاراده اللي عنده والتصميم اللي عنده، واحنا كمان المواهب دي لازم نحافظ عليها بشكل كبير جدا. شيكابالا وجوده في الفرقه هو من الاسباب الرئيسيه اللي هتعمل استقرار الفريق انه يعبر الازمه اللي جايه دي ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا يا كابتن عصام على تواجدك معنا في البرنامج، ان شاء الله نتقابل في مرات كتيره باذن الله. شكرا لك يا محمد. بشكر جمهور صرخه ناشئ على متابعه البرنامج النهارده، على وعد ان شاء الله نلتقي في الاسبوع القادم مع نجوم جديده باذن الله.